السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس أعرفهم بشكل شخصي، ناس على المستوى العلمي والأكاديمي عالي جدا، مستوى الذكاء عالي جدا، لكن تعرضوا للنصب أو هم اقتنعوا إن الحاجة دي صحيحة. يعني أنا أعرف مثلا مهندس كبير ومدير قسم كبير في الشركة، يعني جاله مثلا إيميل معين، أنت فرصة إن أنت تكسب مبلغ حلو بس لازم تتصل بينا دلوقتي، وهو نزل من بيته الساعة 2 بالليل يدور على سنترال عشان يتكلم دولي وحاجات زي كده. وأعرف حد تاني برضو جاله إيميل إن إحنا بنثق فيك وعايزين نشارك معاك مبلغ مقابل إن أنت تحوله لنا على بره البلد بتاعتنا، وكان مقتنع تماما ويسافر ويديهم رقم الحساب والحاجات دي كلها، رغم إن هو يعني في الأصل محامي، تمام؟ فالمفروض إن هو فاهم. بس هي الفكرة كلها إن النصاب مش بيلعب على الذكاء، النصاب بيلعب على فطرة إنسانية، غريزة الطمع أو غريزة المكسب السهل. بيقدر هو واحدة واحدة، يعني ساعات بيبعت رسالة ملهاش علاقة بالفلوس خالص، تعارف وبتاع، واحدة واحدة أنا استريحت ليك، طب أنا عندي مشكلة عايز أحول فلوس، فممكن أحولها على حسابك وأنا واثق فيك، ولما نتقابل تديني نصها. مفيش حد هيثق في حد كلمه مرتين على النت، ان كلنا على النت ملايكة وبتاع، هيديله نص مليون يعني مستحيل، تمام؟ دي مثلا الرسالة اللي كاتبها اولا ما بيعرفش عربي، هو اجنبي واستخدم اي حاجة للترجمة، ومش باعت لك لينكات على اساس ان انت تشك وبتاع، لا هو بيبدأ بقى ان هو ايه، يبعت الرسالة دي ل 2 مليون واحد، تمام؟ في ناس فيهم هياخدوا بالهم وناس مش هياخدوا بالهم، هو بقى يركز مع الناس اللي هترد على الايميل وتبدأ انها تتكلم معاه. طيب تلاحظ حاجة، إن في بنك بيبعت من إيميل جيميل؟ أكيد لأ. يعني أنت واخد بالك من أول فضيحة، يعني أنت المفروض ليك موقع خاص بيك، بس هو بيخاف إن هو ياخد يأجر موقع، والموقع دوت نتيجة الشكاوى الكتير الموقع ممكن يتقفل، فيخسر الرسايل من المغفلين اللي هيبعتوا له رد على الرسائل. تمام، دي أول حاجة، يعني أول حاجة بتبص عليها لما تشوف في الإيميل مين اللي بعت، فده أهو رقم ات جيميل، هو بيعمل ده وبعد كده الايميل يتقفل لان ناس كتير هتبلغ عنه، يعمل بدل 84 85 86 وهكذا. طيب تعالوا بص هنا، تو هو بعتها لناس كتير قوي، هو حاططنا ده في البي سي سي، بس هي نسخه كربونيه ما بتشوفش انت بقيه الايميلات، يعني هو ممكن يكون بعتها ل 2 مليون واحد، تمام؟ ريبلاي تو، الرد هيبقى على الايميل دوت، هو عامل ايميل كده وهمي، تمام؟ بحس ان انا لما هرد هيوصل كده، يعني لو قلت له ريبلاي تو مش هيبعت الايميل ده، هيبعت للايميل التاني، تمام؟ بيقول لي انا عارف ان انت عندك اتصال صحيح من القاهرين، ده غير حقيقي، ما اعرفش حد خالص، احنا بنك كذا عندنا علاقه جيده مع مصرف قطر المركزي، وقمنا بمراجعه ملفك الشخصي على لينكد ان او لينكد ان، انت مؤهل للحصول على قرض دعم خاص بينا نظرا لمساهمتك في اقتصاد البلاد. انا اكتر من انا بشتري الفطار مفيش دعم لاقتصاد البلاد، يعني ما اعتقدش ان ال 20 ريال دول هم اللي هيفرقوا معاهم يعني، تمام؟ فده نموذج على الرسائل النصب اللي احنا لازم نحذر منها، ما يتصلش في حاجه، ما فيش حد بيبعت ايميل ويبعت معاه 2 مليون و3 مليون والكلام دوت، تمام؟ فيعني ما فيش حاجه بتكسب غير الطريقه العاديه خالص، ان انت شغال في شركه وبتبذل جهد مقابل انك تاخد فلوس، انما في واحد عشان شاف الايميل بتاعك شكله حلو فيبعت لك فلوس او صورتك حلوه على النت، حتى الان ما حصلتش، فيقول لك انا هديك بيتكوين وهديك فلوس وهديك كذا، كل الكلام ده بلح، اعتذرنا البلح يعني.